المؤسسات الإنسانية والعالمية. نعم أيها المسلمون، نعم أيها المرابطون، مسؤولية الدماء التي تراق من أطفالنا ونسائنا وأبناء شعبنا مسؤولية تطال كل واحد من الأمة العربية وكل واحد من الأمة الإنسانية حكاما وأحوالين دعاء وشعوبا وحكما. تطال العالم بكل مؤسساته التي نشأ ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية كل الحرية للنصارى. لا ننسى أن نقيم صلاة الغائب على أرواح كل الشهداء في أرضنا المباركة وفي كل بقاع العالم الذين استشهدوا في سبيل الله سبحانه وفي سبيل الدفاع عن حق الإنسان في العقيدة والوطن والحياة الكريمة. أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، ومن الأمانات التي ستسأل عنها جميع الأمة أمانة المحافظة على أوطان وديار المسلمين، ديار المسلمين حيثما كانت هذه الديار. فكيف إذا كانت الديار ديار الإسراء والمعراج؟ فكيف إذا كانت الديار ديار المسجد الأقصى المبارك؟ فكيف إذا كانت الديار ديار أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المحافل التي تشد إليها الرحال؟ اللهم من أحياء هذا المنبر الشريف نقول لكل الأمة، أمة العرب وأمة المسلمين ولكل أحرار العالم، إن أبناء هذا الشعب عقدوا العزم أن يكونوا المرابطين وأن يكونوا الثابتين وأن يكونوا سدنة وحراسة المسجد الأقصى إلى أن يأذن الله بنصره. نعم أيها المسلمون، إنها الأمانة التي سنسأل عنها غدا بين يدي الله تعالى. وهناك أيها الأحباب يظهر الفائز من الخاسر، يظهر الصادق من الكاذب، يبان المؤمن من المنافق، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم أيها المؤمنون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، يا من امتددكم الله تعالى أن تكونوا المرابطين والثابتين والصابرين رغم كل البلاء والبأواء والأعداء، أن تكونوا كذلك في هذه الديار المباركة التي جاء حبيبكم الأعظم صلى الله عليه وسلم في إسرائيل إلى الأقصى ومن أباده منه إلى السماوات العلى. نعم أيها المسلمون، إنها أمانة الحفاظ على الأبناء والشعوب،
أمانة المحافظة على الأوطان والمدن والقرى والمقدسات. إنها الأمانة التي سنرد إلى الله تعالى سائلينه أن يثبتنا وأن يعيننا وأن يهيئ لنا كل أسباب الصبر والثبات والصبر في هذه الديار المباركة إلى أن نلقى حبيبنا الأكرم صلى الله عليه وسلم على الحوض الشريف نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أو كما قال: فيا فوج المستغفرين استغفروا الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت الحمد لك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك عليه وبذنبي فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت استغفر الله العظيم. فهم الصحابة الكرام
أنه لا بد من مجيئهم إليه، فجاءوا فاتحين مكبرين معللين، رعوا حرمة الإنسان ورعوا حرمة حقوق الآخرين. وكتب الفاروق عمر تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم تلك العهدة التي يفتخر بها النصارى، عهدته العمرية التي حافظت على أماكن عبادة الآخرين وحفظت أرواحهم وممتلكاتهم وحفظت لهم حريتهم في العبادة وفي أماكنها وفي العيش بين المسلمين. هذا هو عدل الإسلام، وهذه هي أمانة الدين، وهذا هو عدل الخلفاء من أبناء المسلمين. المسجد الأقصى أيها المسلمون هو مسجدكم، تشد إليه الرحال، فهيا يا أبناء فلسطين، وهيا يا أبناء المسلمين من جميع أقطار دنيا المسلمين، شدوا رحالكم إليه واعمروه بالعبادة والطاعة والتلاوة ودروس العلم، اعمروه كما ينبغي أن يعمر، واحرسوه كما ينبغي أن يحرس، واحفظوه كما ينبغي أن يحفظ. فلا مكان في المسجد الأقصى لا لعبادة المتطرفين، ولا لعبادة المهووسين، ولا لعبادة المحتلين، بل هو لعبادة المسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد. كما أن المسجد الأقصى المبارك مسجد الإسلام والمسلمين، ولا مكان فيه لكنيسة أو كنيس، لا مكان فيه إلا للمسلمين وحدهم. فليسمع العالم وليسمع الاحتلال، ولتسمع أمة العرب، ولتسمع أمة المسلمين، إن المسجد الأقصى المبارك سيبقى كذلك بحول الله وقوله وقوته، ثم بفضل هؤلاء المرابطين، هؤلاء الذين يشدون رحالهم من كل أرض فلسطين ليعمروا ويقيموا فيه الصلاة، مرابطين محتسبين داعين الله تعالى. اللهم نصرك الأبي وعبد. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، هذه أمانات يجب أن نحافظ عليها، وعلى سائر الأمانات في الأرض وفي المقدسات وفي الأفراد وفي كل أبناء هذا الشعب. وتقع المسؤولية المباشرة على كل من يستطيع في هذه الأمة أن يقدم عوناً لهؤلاء المرابطين. نعم، تطالهم الأمانة، فإما أن ينهضوا بها وإما أن يقصروا بها، وفي كلا الحالين حسابهم على الله سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً. أمين. وهيئ لنا وللمسلمين فرجاً عاجلاً قريباً. أمين. وقائداً مؤمناً رحيماً. أمين. يوحد صفنا ويجمع شملنا. أمين. وينتصر لنا. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. أمين. اللهم يا رب العالمين، يا خير مسؤول ويا أكرم مأمون، نسألك بلطفك الخفي، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الفضلى أن تثبت أبناء شعبنا. اللهم ارحم شهداءهم وموتاهم، وأطلق سراح أسراهم، واشف مرضاهم وترحاهم، واغفر لهم يا رب العالمين، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
على أهله وأصحابه.